النهارده ان شاء الله هنراجع الحاجات المهمه على مدار السنه. لازم نكون مذاكرين كويس، لازم اكون مخي مجمع كويس المنهج كله، سواء كان هتلاقي شريحه جايه من الليد على الجلوكوما على الكونجكتيفا على السكوينت، فاكون مركز كويس في كل حاجه بعرف الدياجنوز بتاعها. بيبقى السؤال اللي نازل على الشريحه حاجه ماشيه مع الشريحه. يعني انا اديكم مثال، مثلا لو انا عندي شريحه فيها دندريتك ألسر، تمام، دي تقريبا ما عليهاش اختلاف، هتلاقي السؤال نازل عليه يقول لك ايه الدياجنوزس. فلو طلب مني كلمه دياجنوزس يعني هو طلب مني تشخيص، فانا مطلوب مني ان اكتب دندريتك ألسر، مطلوب مني ان اكتب مثلا مطن فات كبيز، فده في دياجنوزس خلاص، ما فيش اتنين هيختلفوا على دي ايزوتروبيا دي اكزوتروبيا، ما فيش اختلاف، فانا هطلب منك دياجنوزس. لما تبقى في شريحه مايعه شويه ممكن اقول لك ديسكرايب ذا ليجن، اوصف لي بقى، فديسكرايب بقى انا هوصف، تمام. لو حاجه ليها ديفرنشال دياجنوزس هتلاقي السؤال نازل عليها هو ايه الديفرنشال دياجنوزس بتاع الحاجه دي. فانا قصدي اقول ان الاسئله اللي بتنزل على السلايدز مش ثابته، الاسئله بتبقى تقريبا مقيده بالشريحه نفسها، وده هنعرفه على مدار المحاضره دي. فانا عندي مثلا اول شريحه زي كده انا ما اقدرش احلف على تشخيص معين، فالسؤال مثلا هيبقى ديسكرايب ذا ليجن، هو احنا ايه اللي شايفينه في الشريحه دي؟ احنا زي ما احنا ولفنا السنه كلها احنا عاملين انتر اكشن مع بعض، فانا عاوزكم برضو ايه كانك قاعد بتفكر في الامتحان. فلما اقول لك ديسكرايب ذا ليجن دي ايه؟ سيلير انجكشن، صح. وفي ايه تاني؟ في حاجه واضحه قوي، صح، برافو عليك، دي تاني حاجه. في حاجه ثالثه، هو البيوبل ده طبيعي؟ ماله ده فيرتيكالي ميد دايليتد اوفال، ده واسع. فانا عندي فيه ثلاثه ساينز مهمين جدا هنا، في سيلير انجكشن وفي كورنيال اديما وفي فيرتيكالي ميد دايليتد اوفال بيوبل. هسالك السؤال اللي بعديه، هو ايه الديفرنشال دايجنوز؟ ايه بقى اللي يعمل الكلام ده؟ هو ايه اللي يعمل سيليار انجكشن مع دايليتد بيوبل؟ هو ايه اسباب السيليار انجكشن اساسا؟ الكلام ده انا درست يعني اخدناه كذا مره. في ثلاث اسباب بيعملوا سيليار انجكشن، اللي هم ايه؟ الكيراتايتس والاكيوت كونجستيف جلوكوما والايريدو سايكلايتس، صح؟ طيب الاكيوت كونجستيف جلوكوما البيوبل فيها بيبقى عامل ازاي؟ فيرتيكال وميد دايليتد اوفال. طب الايريدو سايكلايتس البيوبل عامل ازاي؟ بيبقى مايوز، فدي ما تمشيش ايريدو سايكلايتس عشان هو البيوبل ايه؟ مش مايوز. الكيراتايتس هيبقى في ليجن في الكورنيا، في كورنيا الابسس او هاتيفر، انا عندي هنا في ديفيوز كورنيا القديمه من التنشن العالي، تمام. فانا لو قلت ديسكرايب ذا ليجن هتبقى الاجابه بتاعتي سيليار انجكشن وكورنيا القديمه وفيرتيكال ميد دايليتد اوفال بيوبل. لو قلت لك قول لي دايجنوزس انا قلت كلمه واحده يبقى ده اكيوت كونجستيف جلوكوما. طب قول لي ديفرنشال دايجنوزس يبقى قول لي الديفرنشال دايجنوز بتاع السيلير انجكشن اللي هو الاكيوت ايريدو سايكلايتس والاكيوت كونجستيف جلوكوما والايه والكيراتايتس. طب ايه التريتمنت؟ اول حاجه هدي ايه؟ هعمل ايه؟ هوسبيتاليزيشن، ده عيان مستشفى، يبقى دي اول حاجه عندي في الستيب بتاعتي. هو ده اللي هيفرق على فكره، هو ده اللي هيفرق حد ياخد فول مارك من حد. اول حاجه عندي هوسبيتاليزيشن، عندي عيان مستشفى، وهدي انترافينوس مانيتول، وهدي اورال اسيتازولاميد، وهدي ميجر تو لوور ذا انترا اوكلر بريشر، وبعد كده اعمل ايه؟ سيرجري العين. فاقول الكلام ده في سبوتس، يبقى هوسبيتاليزيشن انترافينوس مانيتول اورال اسيتازولاميد توبيكال انتي جلوكوما وبعد كده سيرجيكال تريتمنت. حد مش تايه في حاجه؟ على فكره دي من اهم، انا الشرايح اللي هتك عليها دي ما ينفعش الامتحان يخلو منها. اكيوت كونجستيف جلوكوما يعني الرمد معمول عشان الدرس ده، فدي نبقى حافظينها صم. نادرا ما في امتحان يخلو من الهربس الدندريتك ألسر والاكيوت كونجستيف جلوكوما، دول اهم شريحتين في المنهج. ايه اللي باين عندي هنا في الشريحه الثانيه دي؟ يعني ايه كابنج؟ ما اي حد عندنا فيه كابنج، في انكريس في الكاب ديسك ريشيو. خلينا محددين شويه في الكلام بتاعنا، يبقى شايف في انكريز في الكاب ديسك ايه؟ ريشيو، وشايفه كمان اكتر فين؟ لو احنا بصينا على النزل والتمبورال هلاقي السيكنس بتاع النيورو ريتنال ريم اكبر شويه من اللور والابر، تمام؟ والحاجه الثانيه كمان في نيزل شيفت للريتنال بلاد فيزلز، وعندي حاجه اسمها لامينر دوت ساين، انا شايف فتحات اللامينا كبروزا اكتر من الديسك العادي. فكل الحاجات دي بتمشي مع مين؟ جلوكوميتاس اوبتيك نيوروباسي،
تاني انا ما جاوبش اقول جلوكوما، ما في جلوكوميتاس اوبتيك اتروفي وفي جلوكوميتاس اوبتيك نيورو، بس خلينا نولف نجاوب بالشكل ده. انا هنا موجود عشان كده، انا ممكن اديكم السلايدز دي وخلاص وانت احفظها بقى. انا هجاوب بالشكل ده وهكتب جلوكوميتاس اوبتيك نيوروباسي، عشان هو لو الديسك ده بافته بيضة ده جلوكوميتاس اوبتيك اتروفي، تمام، او اوبتيك اتروفي لاي سبب. لكن انا ستيل انا عندي فيه نيورو ريتينال ريم موجوده، ولكن في انكريس في الكاب ديسك ريشيو اكتر سوبيريور وانفيريور الى حد ما، الجزء النيزل والجزء التمبورال الدنيا بريزرفت. في عندي ايه تاني حاجه مهمه؟ في بيري بابيلاري اتروفي، لو انتوا شايفين الكريسنت اللي جنب كلمه تمبورال دي في بيري بابيلاري اتروفي، وده من ضمن الساينز بتاعه الجلوكوميتاس اوبتيك نيوروباسي. يبقى اللي موجود عندي في الشريحه دي في انكريس في الكاب ديسك ريشيو اكتر في السوبيريور والانفيريور، في نيزل شيفت للريتينال بلاد فيزلز، في لامينار دوت ساين، في بيري بابيلاري اتروفي، وكل الحاجات دي الساينز بتاعه الجلوكوميتاس اوبتيك نيوروباسي. هو ايه اللاينز اوف تريتمنت؟ انا بقى اسالك السؤال على الشريحه زي اقول لك ايه اللاينز اوف تريتمنت؟ عيان زي ده هعالجه ازاي؟ انا عاوز رؤوس مواضيع. انتوا الكلام ده على فكره الف ب المفروض كنت تذاكروا كده من الاول. هو الاوبن انجل جلوكوما هعالجها ازاي؟ هديله قطره ولا اعمله عمليه ولا اعمله ايه؟ مش انا عندي فيه خطوط دفاع، اول حاجه هديله ايه؟ قطره. ما نفعتش القطره هساعد معاها بليزر يا بعمليه بس. يبقى انا اللاينز اوف تريتمنت ميديكال تريتمنت ليزر تريتمنت سيرجيكال تريتمنت، اخلي الميديكال تريتمنت اول حاجه. لكن الشريحه اللي فاتت كانت اكيوت كونجست، عملت هوسبيتاليزيشن وديت ميجر تو لوور انتر اوكلر بريشر اللي هي كذا وكذا وكذا وادخله ايه عمليات. لكن النوع الثاني دوت لا، ده من الاول هو محتاج ايه ميديكال تريتمنت، ولما ما ينفعش الميديكال تريتمنت هساعد معاه بليزر او بسيرجري. فتلاقي السؤال لما ينزل على سلايد زي دي اقول لك هو ايه اللاين اوف تريتمنت، فاكتب اول حاجه ميديكال تريتمنت، نمرة 2 ليزر تريتمنت، نمرة 3 مش محتاج اشرح حاجة. وتاني لما جاوب اسمه جلوكوميتاس اوبتيك نيوروباسي. ايه اللي باين عندي هنا؟ في فيجوال فيلد ديفكت، واخد الناحية التمبرال بتاع عين، واخد الناحية التمبرال بتاع العين الايه؟ التانية. فده باي تمبرال هيمي انوبيا. يعني التمبرال فيلد بتاع الناحيتين اتضرب. ده معناه ان انهي فايبر اتضربت؟ اللي هي النيزل فايبر، وده بتاع مين؟ بتاع الكازم. يبقى انا بقول لك ديسكرايب او دايجنوزس، هنا انا هسال على تشخيص على طول، هتقول لي في باي تمبورال هيمي انوبيا، هقول لك ديتكت ذا سايت اوف ذا ليجن، هتقول لي فين؟ بس. طب الثاني ايه اللي حصل؟ هو خد التمبورال بتاع عين وخد النيزل بتاع ايه؟ وده اللي بيسموه ايه؟ هومونيموس. انتوا عارفين يعني ايه كلمه هومونيموس؟ يعني مثلا انا لما احب ابص ناحيه اليمين الناحيه دي مضروبه، طب هي ناحيه اليمين دي تمثل ايه؟ التمبورال بتاع العين دي والنيزل بتاع العين دي، فده اسمه هومونيموس، تمام. وده كده معناه ناحيه اليمين. يبقى انا عندي مشكله فين؟ في الشمال بقى، من بعد الايه؟ من بعد الكازما، سواء كان في التراكت او في اللاترال جينيكيوليت بات. فما اقول لك ديسكرايب ذا ليجن، هتقول لي ده هومونيموس هيمي انوبيا، هقول لك السايت بتاع الليجن، هتقول لي في الاوبتيك تراكت، تمام. طب اللي بعديها ايه اللي حصل؟ هي هومونيموس بس معاها حاجه تاني، معاها ايه؟ معاها ماكيولر سبيرنج. ودي بتاعت مين؟ بتاعت مين؟ بتاع السيريبرال كورتكس. ليه بتاع السيريبرال كورتكس؟ عشان هي بتاخد ديوال بلاد سبلاي من الميدل سيريبرال والبوستيريور سيريبرال ايه؟ ارتري. فلو واحد اتضرب التاني هيبقى شغال، فالماكيولر بتاعتها هتبقى شغال. طب واما اقول لك ايه اخبار البيبولار لايت ريفلكس في العين ده؟ شغال، برافو عليك. انا هنا ريترو، انا بعد انا الجزء بتاع المسؤول عن البيبولار لايت ريفلكس ده بيبقى اخره فين؟ قبل اللاترال جينيكولت بادي، بيسيب الاوبتيك تراكت ويروح البريتكتال نيوكلياس في الميد برين، ما بيوصلش لفين؟ للسيربرال كورتكس. فعشان كده اللي انا الكورتيكال بلايندنس البيبولار رياكشن فيه ما فيهوش اي مشكله. طب دي في ايه؟ في هومونيموس كوادرانت انوبيا. دي كده في مشكله فين؟ في الابر ريتنا. والابر ريتنا دي من اللي بياخدها؟ هو الموضوع بيمشي بالعكس، يعني الاول بنمشي نيزل وتمبرال، وبعد ما بنسيب اللاترال جينيكولو بادي تتجسم الريتنا فوق وتحت. الجزء اللي فوق بيخدم عليه مين؟ الاوبتيك راديشن، وده اللي يديني فيلد ديفكت فين؟ تحت. والجزء اللي تحت بيديله مين؟ الماير لوب، وده اللي بيديني فوق. واصله؟ تاني بعد اللاترال جينيكولو بادي الدنيا بتتعكس،
يعني بعد ما احنا كنا ماشيين نيزل وتمبرال، بعد ما بعدي اللاترال جينيكيولا بادي بتبقى الدنيا معكوسه. الجزء اللي هياخد من الريتنا من فوق ده اسمه الاوبتيك راديشن، والجزء اللي هياخد من اللور ريتنا ده اللي هو بيلف كده لفه اسمه ماير لوب. فلو انا عندي ليجن في الاوبتيك راديشن هتدي العكس، هتدي فيلد ديفكت فين؟ تحت اللي هي دي، والعكس لو انا عندي ليجن في الماير لوب تدي فين؟ فوق. ونرجع نقول مثلا طب ايه الاسباب اللي تعمل كده؟ السيريبرال ستروك والدايبيتس هايبرتنشن وحاجات. ماشي، ايه اللي باين عندي هنا؟ ديسكرايب ذا ليجن. ايه اللي باين؟ الديسك ماله؟ صح، برافو عليك. انا عندي فيه، انا افكره الامتحان هيبقى عامل كده. هو مشكله الامتحان ده ان انت ايه زي ما قلت لك كده، لازم تبقى المعلومه راسخه في دماغك كويس جدا، عشان هو يقلب لك من هنا على هنا على هنا على هنا مع ستريس الامتحان. فانت لازم تفكر بالطريقه اللي بقول لك عليها دي، تبقى واقف على رجليك كويس. هو سهل، هو رؤوس مواضيع، يعني انا بحكي في رؤوس مواضيع، ما بحكيش في حاجه سوفيستيكيتد خالص. هو انا شايف هنا ايه؟ انا شايف في الديسك ماله هايبريميك وإديميتس. هو ده شكل الاوبتيك ديسك العادي؟ انا قادر اشوف الديسك مارجرن، قادر احدد الديسك مارجرن؟ مش محدده خالص. يبقى انا عندي فيه هايبريميا وفي إديما في الاوبتيك ايه؟ في الاوبتيك ديسك، خلاص، وفي بليرنج للديسك مارجرن. انا مش قادر احدد حدود الايه؟ الديسك. طب هو الشكل ده يمشي مع ايه؟ حاجه من اتنين، يا اما الديسك ده انفليمد زي اي حاجه في الجسم انفليمد بتبقى حمراء وورمه إديميتس وإليفيتد اللي هو البابيلايتس، او ان يكون الديسك سوول نتيجه ايه؟ البابيل ديما. فده الديفرنشال دايجنوز بتاعي، ممكن يكون بابيلايتس او ممكن يكون ايه؟ بابيل ديما. طب هو ايه الاسباب اللي ممكن تعمل بابيلايتس؟ مالتيبل سكلروزس ادي سبب، اوتو اميون ديزيز زي السيستميك لوبس، انفكشن زي الفيرال انفكشن. يبقى ديسكرايب ذا ليجن، انا عندي في بليرنج للديسك مارجرن وفي اوبتيك ديسك سويلنج وفي هايبريميا في الاوبتيك ديسك. فده ماشي اكتر مع البابيلايتس. لما اقول لك ايه الاسباب؟ مالتيبل سكلروزس، اوتو اميون ديزيز، انفكشن زي الفيرال ريتينايتس. الصورتين دول مهمين، فيهم اشكال الاوبتيك اتروفي المختلفه، في واحد هنا وفي واحد هنا. ايه الفرق ما بين الصورتين دول؟ الصورة دي ايه اللي فيها؟ ده احنا بنراجع. الصورة دي الاوبتيك ديسك ماله؟ شوكي وايت ديسك زي التباشيرة، ابيض ابيض خالص. لكن الصورة التانية جريش وايت، ابيض بس ايه؟ مصفر شوية. ده اول فرق. يبقى الفرق الاول في اللون اعتقد واضح، محدش يقول لي مش واضح. الصوره دي شوكي وايت ديسك، الثانيه جريش وايت عليه صفار. الصوره الاولانيه دي انا قادر احدد المارجرين بتاعه الاوبتيك ديسك فيري ويل ديفايند. الصوره الثانيه لو بصيت على الديسك مارجرين لا الدنيا بليرد، يعني شايفين الجزء اللي هو النيزل دوا مفيش، مش قادر احدد، مش قادر ارسمها بالقلم زي الايه؟ زي الثانيه. لو بصيت على الريتينال بلاد فيزلز هنا هلاقي الريتينال بلاد فيزلز هنا ايه؟ ما فيهاش مشكله. لو بصيت على الريتينال بلاد فيزلز هنا هتلاقي شيزد حواليها حاجه بيضه كده ماشيه مع البلاد فيزلز. وده الفرق ما بين البرايمري والبوست بابليديميك اوبتيك اتروفي. البرايمري اوبتيك اتروفي زي الصوره دي، عندي تشوكي وايت ديسك فيري ويل ديفايند مارجرين، الريتينال بلاد فيزلز عندي ما فيهاش مشكله نورمال. النوع الثاني اللي هو البوست بابليديميك هلاقي ان هو جريش وايت، يعني هو ابيض بس مش 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 ابيض زي التباشيره، لا ده عليه سن صفار شويه، والبلاد فيزلز شيزد والديسك مارجرين نوت ويل ديفايند. ده البوست بابليديميك. ايه الفرق ما بين ده وما بين ده؟ الاولاني اللي هو البرايمري اوبتيك اتروفي ده معناه ان في ليجن حصلت ورا الكيازما زي الكومبريسيف ليجن زي الناس اللي عندهم برين تيومر وكده وحصل كومبريشن. لكن النوع اللي هو البوست بابليديميك ده كان فيه بابليديما وما تعالجتش كويس ودخل في ايه؟ في اوبتيك اتروفي. فالشكلين دول شكلين للاوبتيك اتروفي، عندي في برايمري اوبتيك اتروفي وبوست بابليديميك اوبتيك اتروفي. في حد مش فاهم حاجه؟ حد مش فاهم؟ طيب
ايه اللي باين عندي هنا؟ Describe the lesion. Describe the lesion. قول عالي صوتك انا سامعك. في انفلاميشن في الاي ليد والكونجكتيفا. طب هو الانفلاميشن بتاع الكونجكتيفا ده اسمه ايه؟ هقول ان في كونجكتيفال انجكشن صح؟ وفي ايه اللي موجود على الليد غير الانفلاميشن؟ هو الليد فعلا انفلامد، لكن هو في حاجه مهمه جدا اللي هي ايه؟ في فيزيكلز موجوده على الليد. خلاص بقى عرفت ايه اللي بيعمل فيزيكلز على الليد وكونجكتيفال انجكشن، ده الهربس. اسالك السؤال اللي بعديه، طب انت هتعمل ايه انفستيجيشن للعيان ده او تعمله تيست ايه؟ اعمل له ايه المفروض؟ العيان زي ده؟ لا اعمل له ايه؟ اعمل له فلوريسين ستيننج. ما هو البعبع بتاعي في العين ده ايه؟ الكورنيا. مش الهربس ده اسمه كيراتو كونجكتيفايتس؟ يعني هو بيعمل انفلاميشن في الكونجكتيفا وفي الكورنيا، وانا بخاف ان يكون في مشكله فين؟ في الكورنيا، فلازم اعمل فلوريسين ستيننج لمين؟ للكورنيا. ديسكرايب ذا ليجن. دندريتك ألسر ممكن ما اديش الفول مارك، عاوز ادي فول مارك. ها؟ دندريتك ألسر ويز ايه؟ صح، ويز تيرمينال نوبس. دندريتك ألسر ويز تيرمينال نوبس. هو ده اللي انا عايز اغيره فيكو، انا عاوزكم تجاوبوا بالشكل دوت، هو ده اللي هياخد الدرجة النهائية. هي دندريتك ولكن في مين؟ آخر الحاجة الموجودة، لأن دي كاركترستيك للهربس سيمبلكس. دي كاركترستيك، يعني أنا لو في دندريتك ألسر وفي نوبس في الآخر، ده معناه ان ده هيربس سيمبلكس، لكن في حاجات تانية بتعمل لي دندريتك ايه؟ ألسر، بس ما فيهاش تيرمينال نوبس، اللي هي مين؟ ده الديفرنشال دايجنوزس لو سألني بقى. اللي هو مين؟ الهيربس زوستر، وإيه تاني؟ والأميبا، صح برافو عليك. وإيه تاني؟ والدراج توكسيستي، ممكن تعمل لي سودو، كل الحاجات دي اسمها ايه؟ سودو دندريتك. السودو دندريتك الديفرنشال دايجنوز بتاعها الهربس زوستر والاكانساميبا والدراج توكسيستي واحيانا الفورم بادي، كل الحاجات دي ممكن تديني شكل زي الدندريتك، لكن الدندريتك الحقيقيه اللي هي دي اللي هي فيها التيرمينال نوبس. هو ايه التريتمنت بتاع العيان دوا؟ هدي توبيكال انتي فايرال وانتي بايوتيك. وايه اللي كونترا انديكيشن للعيان دوا؟ التوبيكال استيرويد. توبيكال، ضيف كلمة توبيكال بعد إذنك، ما تديش قطرة، ستيرويد، توبيكال ستيرويد، ولما هدي تريتمنت توبيكال أنتي فايرال. خلاص؟ طب هو أنا ممكن أعمل ستيننج بصبغة تاني للعيان دوا؟ اللي هي الروز بنجال، تمام. طب هو الفلوريسين بيعمل ستيننج لأنهي سيلز؟ خلي بالكوا في حاجات أنا بتك عليها قلتها بالتفصيل، الجلوكوما والدندريتك، أنا عارف أنا بقول إيه بتك على حاجات معينة، الحاجات دي غالبًا لا يخلو منها الامتحان. الفلوروسين بيعمل ستيننج لمين؟ الفلوروسين بيعمل ستيننج للبيت، للجزء اللي ما فيهوش ايبيثيليوم، لكن الروز بنجال بيقعد فين؟ في الدي فيتاليزد سيلز. هو كل القصه ببساطه شديده تماما ان هو الفيروس ده اسمه ايبيثيليوتروبيك فيروس، يعني الفيروس ده بيحب يقعد فين؟ في الابيثيليوم لحد ما بيموته وبعد كده اروح ايه؟ مقشره. فلما انا بعمل ستيننج بالروز بنجال، الروز بنجال بيعمل ستيننج لحاجه اسمها الدي فيتاليزد سيلز، اللي هي الخليه المريضه اللي لسه ما ماتتش، اللي هي لسه جواها الفيروس، فلاقي على الايدج بتاع الالسر تاخد شكل مين؟ الروز بنجال، لكن الخليه بعد ما تموت وتتقشر هيبقى عندي تحتها مين؟ الاستروما، دي اللي بتاخد مين؟ الفلوريسين. عشان كده دايما الفلوريسين هلاقيه في البيت بتاعه الالسر عشان بيعمل ستيننج للاستروما، لكن الروز بنجال هلاقيه على الطرف الالسر اللي هي الخليه اللي لسه ايه؟ ما ماتتش. العيان ده لما اديله توبيكال استيرويد بيحصل له السر اسمها ايه؟ برافو عليك، جيوغرافيك السر. دي كل الاسئله اللي ممكن نسالها على حاجه زي كده. للمره المليون، الليجن اللي عندي دندريتك ليجن ويز تيرمينال نوبس، دايجنوزس دندريتك السر، ديفرنشال دايجنوزس سودو دندريتك السر، زي الاكانساميبا وزي الهربس زوستر وزي الدراج توكسيستي
وزي الفورين بادي، التريتمنت توبيكال انتي فايرال انتي بايوتيك، كونترا انديكيشن توبيكال ستيرويد. مشكله الاستيرويد ممكن تعمل لي جيوغرافيك ألسر. هي دي صوره مش يعني مش واضحه قوي بصراحه، دي ايه اللي واضح فيها؟ ايه مش واضحه؟ هي دي فيها سيلز وفلير، دي شكلي على السليت لامب اكزامينيشن ومبين لي كمان السيلز والايه والفلير، بس يعني ما علينا. ايه اللي واضح عندي هنا؟ ما تستعجلش، هايبوبيا ماشي. ايه تاني؟ سيليال انجكشن. ايه تاني؟ في دايليتد بيوبل. في حاجه بقى واضحه قوي، ايه هي؟ او ما هو مش ساينيكيا، هو ممبرين، هو في ممبرين موجود على اللينس، في ممبرين اللي هو الفايبرين ممبرين بتاع اليوفيتس، هو ده اللينس مش كلير، في زي حاجه كده هو حاطط قطر التوسيع وفي ممبرين موجود على مين؟ على اللينس. فده معناه ان في ايه؟ ايه اللي ممكن يعمل لي هايبوبيون وممبرين على اللينس؟ سيليار انجكشن. نرجع تاني للمفتاح بتاع السيليار انجكشن. مفتاح السيليار انجكشن بيعمل ثلاث اسباب، ايريدو سايكلايتس وكيراتايتس واكيوت كونجستيف جلوكوما. هي الاكيوت كونجستيف جلوكوما فيها هايبوبيون؟ لا، هو انا عندي في مصيبه في الكورنيا هنا موجوده عشان انا عندي في كورنيا الابسس وانا عامل هايبوبيون؟ لا، يبقى انا عندي في اكيوت انتيريور يوفيتس، في سيليار انجكشن وفي هايبوبيون وفي انفلاماتوري ممبرين موجود على اللينس. ولو حد مركز قوي 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 في روبيوزس ايريدس، في حاجات حمراء موجوده على البيبولاري مارج، شايفينها؟ شايفينها؟ في روبيوزس ايريدس، روبيوزس على النزل ايدج دي وعلى اللور ايدج، بس دي ممكن ما يحاسبكوش عليها قوي يعني. بس انا واضح عندي الهايبوبيون، بلاش اجاش ناحيه الهايبوبيون، بس انا في سيليار انجكشن موجود وفي هايبوبيون وفي ممبرين على اللينس. حد يسالني يقول لي طب هو اشمعنى ده ايريدو سايكلايتس بس اللي بيقول مش مايوز؟ اللي عنده حاط قطر التوسيع، لان انا المين لاين اوف تريتمنت عندي في الاكيوت انتيريور فيتس انا بدي ايه؟ استرويد مع مدرياتيك. دي مهمة، دي برضو من أهم الشرايح اللي موجودة في المنهج. دي هقول لك دايجنوزس على طول. إيه دي؟ دي إيه؟ لا كبيس بس غلط. دي إيه؟ دي ماتون فات كبيس. ماتون فات كبيس. انتوا ما خدتوش ده في ماتون، ماتون فات، ماتون فات كبيز اللي هي الكبيز الكبيره اللي هي دهن الخنزير. ماتون فات كبيز، مش الكبيز دي صغيره، دي اكبر شويه. ما خدتوهاش؟ ما هي الكيراتيك بريسيبيتيتس دي ممكن تبقى صغيره وممكن تبقى الكيراتيك بريسيبيتيتس. لو سمحت، لو سمحت، هو الكيراتيك بريسيبيتيتس دي ممكن تكون صغيره وممكن تكون كبيره، دي حجمها كبير جدا، دي اسمها ماتون فات كيبيز. هو ايه اهميه الماتون فات كيبيز؟ ان في بعض الاسباب بتعملها، زي مين؟ ايه الاسباب اللي بتعملها؟ زي الساركويدوزس وزي التيوبركلوزس وزي السيفلس وزي الفوكتوكوياناجي هرادو. خلاص انا هتعامل معاك من مبدا ان دي كيبيز. السؤال اللي بعديه، ده انهي نوع من اليوفيتس، جرانيولوميتس ولا نان جرانيولوميتس؟ ده جرانيولوميتس يوفيتس. ايه الاسباب اللي بتعمل جرانيولوميتس يوفيتس؟ هما ماشي. ايه اللي باين عندي هنا؟ الريجولار بيوبل في ساينيكيا، يعني في اسمها بوستيرور ساينيكيا اللي هي الادهيجن ما بين الايرز واللينس،
ولو حد عاوز يقول تشخيص صح اول حاله زي كده دي اسمها فيستون دي بيوبل. فيستون دي بيوبل بلاش فيستون دي بيوبل في بوستيريور ساينيكيا. تمام، انا ما اعرفش انتوا خدتوا ايه في الفايتس. طب ايه اللي اخاف عليه من العيان دوت؟ ايه؟ جلوكوما. ماشي، في حاجه مشهوره قوي بنخاف منها خاصه في الجوفينايل ايديوباثيك ارثرايتس. هو العيل بيجي يشتكي ايه من الشكل دوت او الكومبليكيتد ايه اكتر من الجلوكوما الكاتراكت. يبقى ده من اشهر الكومبليكيشن هنا، ان عنده يجي له كومبليكيتد كاتراكت تيوفيتس او ان هو يجي له سكندري جلوكوما. تمام، ومن الحاجات المشهوره وده خاصه انتوا خدتوا الجوفينايل برضه عشان ما اقولش كلام ما خدتوهوش، خدتوا الجوفينايل ايديوباثيك ارثرايتس ايه؟ اي ما هو سبب من الاسباب. هو ده كتير بقى بتلاقي الام تيجي تشتكي ان ابنها، لان هو ده ايه الفرق ما بينه وما بين الشكل التاني بتاع الاكيوت. الاكيوت انتيريور ريفيتس بيجي ايه خرب الدنيا، سواء كان في رابد دروب اوف فيجن، ان يكون في اوكيولار بين، لكن ده هو كرونيك ديزيز. فتلاقي مشكلته ان هو الام تيجي تشتكي ان ابنها لونه عينه بيضاء زي مثلا كده. ايه اللي باين عندي؟ ديسكرايب ذا ليجن. حد يوصف لي الليجن دي؟ في ثلاث حاجات لازم نقولهم هنا. انا شايف ثلاث حاجات، لو هجاوب هكتب ثلاث حاجات غلط شايفهم في الصوره دي. ايه الثلاث حاجات او اربعه كمان؟ في اربع حاجات انا شايفهم غلط. الريجولار بيوبل ادي واحده، توتال لينس وبست، توتال لينس وبست، لينس كلها اوبيك ادي اتنين. في حاجه ثالثه، في حاجه موجوده على اللينس، ايه هي؟ ما باينه اهي، في ايريس بيجمنت على اللينس اللي تحت دي نتيجه الساينيكيا. ما ده كلام انا هكتبه في امتحان. في ايه تاني؟ هو الايريس ده طبيعي؟ مش انتوا عارفين في حاجه في الشيب بتاعكم لوس اوف ايريس باترن؟ هو ده الايريس، هو ده فيه الكريبت والكولاريت والحاجات دي، ولا ده اسمه ماضي ايريس؟ مفيش، مش باين بقى فيه الكولاريت ولا الكريبت ولا اي حاجه. فده بتاع مين؟ كل الحاجات دي بتاعت الكرونيك يوفيتس. عشان كده هم درسين الدرسين دول مختلفين عن بعض، زي فكره الاكيوت جلوكوما والاوبن انجل جلوكوما. هتلاقي الدرس ده غير الدرس ده، نفس الفكره دوت. هتلاقي العيان اللي عنده اكيوت انتيريور يوفيتس هلاقي فيه سيليار انجكشن، والاقي فيه هايبوبيون، تمام، والاقي فيه اوكولار بين، والاقي فيه رابد دروب اوف فيجن. على عكس بقى الدرس الثاني دوت، العيان ده عنده ايه؟ جراديوال بيلز دروب اوف فيجن، كل شويه النظر عمال يقل نتيجه ان الكاتراكت ايه عماله تزيد لحد ما تقفل خالص تبقى زي كده. والعيان ده ما تلاقيش عنده اوكولار بين ولا تلاقي عنده سيليار انجكشن، لكن تلاقي عنده ايه؟ تلاقي عنده ساينيكيا، وتلاقي عنده لوس اوف ايرز ايه باترن اللي احنا بنسميه الماضي ايرز. فلما اقول لك ديسكرايب ذيس ليجن هتقول ان في توتال لينس اوباستي، وفي الريجولار بيوبل وذ بوستيريور ساينيكيا، وفي ايرز بيجمنت موجود على اللينس، وفي لوس اوف ايرز باترن. التشخيص بتاعي ده كرونيك انتيريور ريفيتس وذ كومبليكيتد كاتراكت. التريتمنت طب يعني هو العيان ده انا هعامله زي العيان العادي ولا هو ايه الانفستيجيشن الاول اللي اعملها؟ هعمل اوكولار الترا ساوند الاول، ده كانفستيجيشن. والتريتمنت بتاعه ان العيان ده بياخد استيرويد توبيكال استيرويد على الاقل 3 شهور، وبعد كده بعمل الكاتراك سيرجي. انا ما اقدرش اعمل عيان زي ده ادخله عمليات على طول. فده الفرق ما بينه وما بين المريض اللي عنده ميه بيضاء بس. العيان ده لازم ياخد توبيكال استيرويد لونج ستاندنج على الاقل 3 شهور، وبعد كده بعمل كاتراك سيرجي. تاني ديسكرايب ذا ليجن، في توتال لينس اوباستي، وفي الريجولار بيبل ويز بوستيريور ساينيكيا، وفي لوس اوف ايريس باترن، والدياجنوز بتاعي كرونيك انتيريور ريفيتس ويز كومبليكيتد كاتراكت. والتريتمنت او الانفستيجيشن لو طلبت هيبقى الترا ساوند، وممكن اعمل كمان حاجه زي الفي اي بي والاي ار جي عشان اطمن على الفانكشن بتاع الريتنا. والتريتمنت بتاعي ان انا هدي توبيكال استيرويد وبعد كده اعمل كاتراك سيرج. ديسكرايب ذا ليجن. هو مشاور بسهمين كده على حاجتين. دي واضحه خالص، دي ما فيهاش اختلاف. انا عندي في ليجن اولد اللي هي عليها السهم الاصفر، صح؟
وفي ليجن تاني اكتف اللي هي عليها السهم الابيض، في وايت ريتينال ليجن ومعاها ريتينال قديمة، وفي ليجن تاني جنبيها قديمة. ايه الاورجانيزم اللي بيعمل ليجن قديمة وبعديها هيعمل جنبيها واحدة جديدة وبيسموها ساتلايت ليجن، يعني الحارسة؟ توكسوبلازما. توكسوبلازما ريتينايتس is the most common cause of infectious retinitis. نعم. ازاي ما خدتوهاش في المحاضرات؟ لا طب خدتوها في المحاضرات. لا دي المحاضرة دي نزلها رئيس القسم، مفيش حاجة اسمها كده. طب خلاص اديكوا عارفين عشان ده هينزل من الامتحان برضو. لا دي ما ينفعش تكون ما خدتوهاش. طيب حاضر حاضر. في عندنا انفكشن ممكن تحصل في الريتنا، اشهر انفكشن حاجة اسمها التوكسوبلازما. خلاص التوكسوبلازما دي بتعمل انفكشن، وعادة بتبقى يعني في منها حاجة مشهورة ان هي بتكون كونجينيتال سنس بيرس، ومنها حاجات بتتنقل كمان ترانس بلاسنتال. فممكن عيل هو في بنط مامته كده وكونجينيتال ياخد التوكسو ايه بلازما دي. تمام. فالتوكسو بلازما دي بتبدا تبقى اكتف ليجن زي المنظر اللي عليه السهم الابيض ده، وتاخد فترتها وبعد كده تقلب بماكيولار سكار او بريتينال سكار زي السهم اللي هو الاصفر. ثم كل شويه بقى التوكسو بلازما دي تنشط مع نفسها، فتلاقي في ليجن قديمه وجنبيها واحده ايه جديده. القديمه دي اللي هو الليجن اللي كانت قبل كده زمان من التوكسوبلازما، الجديده دي لما نشطت وبدات عملت انفكشن لايه لحته تاني. فعاده التوكسوبلازما بلاقي فيه تو ريتينال ليجن، في واحده اكتف وجنبها واحده ايه اولد. دي ايه؟ دي ايريس ميلانوما، وهي الايريس ميلانوما ممكن يبقى ليها اكتر من مكان، ممكن زي ما احنا شايفين تبقى موجوده على البيبولاري مارجرين، او ممكن تبقى موجوده عند الانجل، او ممكن تاخد الايريس كله، ليها اشكال مختلفه. طب دي خدتوها ولا لا؟ ايه اللي باين عندي على السهم اللي مشاور عليه دوا؟ ديسكرايب ذا ليجن. اجاوب عليها ازاي دي؟ will circumscribed pigmented fundus lesion. بس pigmented fundus lesion والايدج بتاعتها واضحه جدا، تمام، ومش عامله اي مشاكل، يبقى دي اسمها كرويدال ايه نيفس. هو ايه الفرق ما بينها وما بين الميلانوما؟ الميلانوما هلاقي الايدج بتاعتها ايه الريجولار، وهلاقي معاها ماكيولار ايه اديما، وممكن يحصل معاها سيروس ماكيولار ديتاتشمنت، ممكن انا معاه اكسترايت، خربت الدنيا من الاخر. لكن لو انا عندي ويل سيركمسكرايبت ليجن ومش عامل اي مشاكل، هي دي اسمها الكرويدال نيفس. فانا لما اوصف ليجن زي دي هقول ان انا عندي فيه ويل سيركمسكرايبت بيجمنتد فاندس ليجن. طب ايه الدايجنوز بتاعك؟ كرويدال نيفس. اللي بعديها مختلف عنها تماما، عندي لارج ال ديفايند بيجمنتد فاندس ليجن. وايه اللي فيها ده؟ الريتنا بدا يحصل معاها اليفيشن، معاها اكسوديتيف ريتنال ايه ديتاتشمنت، فدي كرويدال ميلانوما. اعتقد واضح الفرق ما بين الصورتين. الاولى سمول ويل سيركمسكرايبد بيجمنتد فاندس ليجن ومعيش اي مشاكل تاني في الريتنا، فده النيفس. لكن الميلانوما لارج والريجولار ومعاها سيروس ريتنال ديتاتشمنت، فده الكرويدال ميلانوما. ايه اللي باين عندي هنا؟ ديسكرايب ذا ليجن. ايه اللي باين عندي هنا في ايه؟ في هيموريج، برافو عليك. عندي في عندي كل انواع الهيموريج، في دوت بلوت هيموريج، وفي فليم شيبد هيموريج، صح، وفي هارد اكسريت، تمام، وفي مايكرو انيوريزم. كل الحاجات دي بتمشي مع الدايابيتيك ريتينوباثي. يبقى انا هوصف الحاجات دي وده التشخيص بتاعي. طب ايه الانفستيجيشن اللي عاملها العين دوا؟ ايه؟ ايوه محمد، تعالى اسمه كده انت معايا، ماشي سوري. ايه الانفستيجيشن؟ هعمل فلوريسين انجيوجرافي وهعمل او سي تي.
اي عيان دايابيتك لازم نعمله الحاجتين دول، نعمل فلوروسين ونعمل او سي تي، لان كل واحد منهم ليه هدف. الفلوروسين انجيوجرافي بيحدد لي الليكج طالع منين، الاو سي تي بيقيس لي كميه الاديمه بتاعتي ايه قد ايه. طب لما اقول لك ايه اللاينز اوف تريتمنت، كنترول بلاد شوجر صح، انتي في جي اف، انترا فيترال انتي في جي اف، ليزر تريتمنت صح، برافو عليك. يبقى لما اقول كلمه لاينز اوف تريتمنت عندي في حاجه زي كده، يبقى انا عاوز انترا فيترال انتي في جي اف او الليزر تريتمنت وكنترول الميديكال كونديشن. ده بقى عامل اللي هو في بروليفراتيف فيترو دايابيتيك ريتينوباسي، زي ما احنا شايفين ان في هيموريج وفي اكسريت، وعامل هنا البي ايه البي ار بي، ده شكل السكار بتاع الليزر بتاع البي ار بي اللي احنا بنعمله في حالات البي دي ار. ايه اللي باين عندي هنا؟ واضح جدا الشير ريد سبوت، واضح الكاتل تراك سيجمنتيشن للريتينال بلاد فيزلز والناروينج للريتينال ارتريز، وده سنترال ريتينال ارتري اوكلوجن. التاني ايه اللي باين عندي هنا؟ في هيموريج بكل انواعه، ودوت بلوت هيموريج وفليم شيبد هيموريج، وفي اوبتيك ديسك سويلنج، وده واخد الريتنا كلها، وده ماشي مع السنترال ريتنال فين اوكلوجن. ايه الانفستيجيشن اللي تعمل حاله زي كده؟ صح، بعمل فلوروسين انجيوجرافي بعديها بثلاث شهور عشان اعرف ده ايه. الكلام ده انا خدناه في الجروب ديسكشن عشان اعرف ده اسكيميك ولا نون اسكيميك سنترال ريتنال فين اوكلوجن. عشان هو الاسكيميك سنترال ريتنال فين اوكلوجن بعمل له ايه؟ صباح الخير. بعمل له ليزر تريتمنت عشان ما يحصلوش ايه؟ هيحصل له جلوكوما، اللي هي ال 100 داي جلوكوما. يبقى هو الهدف من العين دوت لازم اعمل له فلوروسين انجيوجرافي عشان اعرف ده اسكيميك ولا نون اسكيميك، لان هو لو الاسكيميك بيحتاج اعمل له ليزر تريتمنت. ايه اللي باين عندي هنا؟ ده دروزن، وده الفرق ما بينه وما بين الهارد اكسود. الهارد اكسود مش هيجي لوحده، يعني ده من الهارد اكسود ده هلاقي معاه كل الهيموري زي الشكل اللي فات تمام، لكن ده في حاجات صفرة بس موجوده في الفندس، فده الدروزن بتاع الدراي اي ام دي. الشكل الثاني نفس الفكره، الدروزن موجود لكن لو بصينا في السنتر كده الاقي في حته فيها ايه؟ هيموريج نتيجه ايه؟ اللي بيتكون عندي اللي هو الكرويدا نيوفاسكولار من برين، فده اكتيف اي ام دي اللي هو الويت تايب. هعمل له ايه انفستيجيشن؟ فلوروسين انجيوجرافي واو سي تي، واللاين اوف تريتمنت عندي هنا ايه؟ انترا فيتريال انتي في جي اف. انترا فيتريال، ما هو الانتي في جي اف دي ده اسم الدواء نفسه، بديه ازاي الميست اوف تريتمنت بتاعتي؟ ان انا بديه انترا فيتريال. ايه اللي باين عندي هنا؟ لا ممبرين ازاي؟ ده ريتنال ديتشمنت، ده اسمه بولس ريتنال ديتشمنت، ده الريتنا كلها رافعه ماركت اليفيتد، ده بولس توتال ريتنال ديتشمنت. لما اقول لك ايه انواع ريتنال ديتشمنت؟ ريجماتوجينوس وتراكشنال واكسيرتيف. النوع ده ايه؟ يا راجل ده ريتنال بريك واضح قدامك قوي اهو، بقى القطع باين اهو والفلويد عدى من تحتيه وعامل ريتنا. يعني انا لما يجيبني شريحه زي دي المفروض لما اشخص اكتب ريجماتوجينس ريتنال ديتاتشمنت وفي ريتنال بريك. الشريحه اللي قبليها ممكن اقول ان في بولس ريتنال ديتاتشمنت واسكو. طب الشكل ده ايه؟ العين الشمال ليوكو كوريا. ايه اسباب اليوكو كوريا؟ كونجنتال كاتراكت، ريتينوبلاستوما، بي اتش بي في، توكسوكارا جرانيلوما. يبقى كل دي اسباب كوتس ديزيز، دي من اشهر الاسباب اللي بتعمل لي ليوكو كوريا. اهمهم ايه؟ لا ريتينوبلاستوما ده بيبي وعنده ايه الاسئله اللي ممكن تسالها على شريحه زي دي؟ انا عندي في ليوكو كوريا تمام، الديفرنشال دايجنوز بتاعها زي ما انا قلت، ما ننساش ريتينوبلاستوما والكوتس ديزيز والبي اتش بي في والتوكسوكارا جرانيلوما، دي اشهر الاسباب اللي موجوده عندي. طب الطفل اللي عنده ريتينوبلاستوما دوت
ممكن يبرزنت بايه؟ ده ريتينوبلاستوما، هنا عندي في وايت ريتينال ماس موجوده، وده ممكن يجيني بليوكوكوريا او ممكن يجيني بايه تاني بقى؟ سكوينت صح؟ ايه تاني؟ في برزنتيشن مهم جدا بيخاف منه، بوفسالموس. بوفسالموس بوفسالموس سكندري جلوكوما. في اطفال بيبقى يجي لك بوفسالموس والمشكله تبقى ريتينوبلاستوما. فده ليه اكتر من برزنتيشن، ممكن الطفل يجي بليوكوكوريا او ممكن يجي بسكوينت او ممكن يجي ببوفسالموس. تمام؟ ايه اللي باين عندي هنا؟ لو بصينا على البيبولار لايت ريفلكس، هبص على عين اليمين هلاقي الضوء في النص، على عين الشمال الضوء فين؟ جاي فين؟ على البيبولار مارجن. فانا عندي كده في ايه؟ ايزوتروبيا. خلاص، ايه انواع الايزوتروبيا؟ في انفانتايل والاسينشال تايب، وفي الاكومبتيف تايب، وفي سنسيو تايب، وفي كونسيكوتيف تايب، على زي ما انتوا واخدينها في المحاضرات بقى تجاوبوها يعني. النوع الثاني ده ايه؟ لو بصيت على البيبولار رايت ريفلكس هلاقي العين الشمال اللايت في النص، الثانيه فين؟ الناحيه الثانيه العكس. في اكزوتروبيا، ممكن برضه يسالني ايه انواع الاكزوتروبيا؟ زي الكونجينيتال وزي الانترميتنت وزي الكونسيكوتيف اكزوتروبيا. ده ايه؟ ايه اللي باين عندي هنا؟ في ايليد ايكموزس، انا مش شايف اي حاجه تاني، انا ما اقدرش احكم على ده من صوره، لازم افحص بقى باقي العين، وده لو عندي حاله تروما لازم انا اطمن على باقي الحاجات، سواء ان انا افحص الريتنا او ان انا افحص اللينز زي ما نشوف الصور اللي بعد كده. ايه اللي باين عندي هنا؟ سب كونجكتيفال هيموريج. دي كل دي اشكال بقى للتروما، المفروض انتوا لسه واخدينها قريب. ايه اللي باين عندي هنا دوت؟ ده عامل فلورسين ستيننج صح؟ وفي كورنيا ليه؟ ابريجن. هي ليها باترن معين، ليها شكل، فاكرين الشكل بتاع الدندريتك الحلو دوت؟ ده ليها شكل، ملهاش شكل، ده غالبا بتبقى ايه؟ ايه الحاجه اللي ممكن تجرح في الكورنيا بالشكل ده؟ فورم بادي، اول ما الاقي المنظر ده فورم بادي على طول. تمام؟ ايه اللي باين عندي هنا؟ هايفيما بلاد في الانتيريور تشامبر. ايه الكومبليكيشن بتاع العين دوت؟ جلوكوما. في واحده تاني بقى مهمه، ايه تاني؟ ممكن الهايفيما تعمل حاجه تاني اسمها كورنيال ستيننج، مش اديما، كورنيال ستيننج. خلاص، ودي بتحصل مع اللونج ستاندنج هايفيما ويكون ضغط العين عالي، بيحصل كورنيال ستيننج. البلاد نفسه بقى يقدر يعدي الاندوثيليوم ويعمل ستيننج للكورنيا، ودي من اشهر او مش من اشهر، من اخطر الكومبليكيشن اللي بنخاف منها في عين الهايفيما، ان يحصل كورنيال ستيننج. انتم المفروض محاضره التروما دي لسه واخدينها يعني. ده في ايريود دياليسيس وكاتراكت، كومبليكيتد كاتراكت تروماتيك، معلش انا اسف. ايريود دياليسيس ما خدتوش في محاضره التروما برضو؟ في ايريود دياليسيس يعني حصل ديس انسيرشن للايريز، ولو احنا شايفين اللينس وراه بس فايد شويه معاه كاتراكت، ده شكل تاني في ايريود دياليسيس ومعاه توتال لينس اوباستي. ايه اللي باين عندي هنا؟ ده اوبن جلوب انجري، واضح ان في كورنيال ووند والايريز طالع بره الايه؟ بره الووند، وده علاجه ايه؟ اعمل له ريبير، اعمل له سيرجيكال تريتمنت يعني. ده شكل تاني لاشكال الاوبن جلوب انجري، بس المره دي الايريس طلع فوق واتغطى عليه بالكونجكتيفا. لكن هو ايه اللي يقول لي ان هو ده الايريس بتاع العين ده؟ لو بصينا على شكل البيوبل، هو البيوبل ما فيش ايدج موجوده فوق، فهو ده اتسحب وراح طلع يسد الاسكيريلا ووند اللي موجود، والايريس راح قفل فوق الايه؟ الاسكيريلا ووند. ايه اللي باين عندي هنا؟ كل ده تبع التروما. في حته في اللور كده مالها بيضه، دي اسمها ايه؟ اسمها كوموشيو ريتينال، وده عباره عن ريتينال اديما، زي بالظبط لما تتخبط على ايدك كده وايدك تورم، نفس الفكره، ده بيحصل اديما في الريتينا من غير ما يحصل الريتينال بريك ولا اي حاجه، ودي علاجها، هو ده سيلف ليميتد ديزيز يعني، هو بعد كده الاديما دي بتخف لوحديها، واحيانا في ناس بيقولوا ان بندي ايه؟ اورال استيرويد عشان تخفف الاديما دي شويه.
عشان كده العيان اللي عنده اوبن سوري اللي عنده تروما لازم افحص كويس كل حاجه، افحص اللينس وافحص الكونجكتيفا عشان السب كونجكتيفا الهيموريج، والايريز عشان الايريدو دياليسيس، والانتيريور تشامبر عشان الهايفيما، واللينس عشان الكومبليكيتد كاتراك، والريتن عشان الكوموشي ريتنا. فهو بالصور دي مراجعين كل الحاجات اللي ممكن تحصل مع الايه مع التروما. ايه اللي باين عندي هنا؟ في هيموريج سواء كان فيتراس هيموريج او حاجه اسمها صاب هيلويد هيموريج، ده برضو من الحاجات اللي بتحصل مع التروم. الشريحه دي مهمه، عندي ايه اللي باين فيها؟ في ادهيجن ما بين الليد والجلوب، ده اسمه ايه؟ سيمبليفرون. هقول لك ايه اسباب السيمبليفرون؟ لا، في حاجه مشهوره خالص اللي هو الكيميكال انجري، واحد بقى واقع في عينه بطاس او الحاجات دي، ده اشهر سبب يعمل لي السيمبليفرون اللي هو الكيميكال انجري. السبب الثاني في حاجه اسمها سيكاترايزنج كونجكتيفايتس، ومن اشهرها التراكوما، يعني واحد عنده تراكوما بس متمكنه منه قوي في الاخر ممكن يحصل له نفس الايه نفس المنظر دول. فده من اشهر اسباب السيمبليفرون، الكيميكال انجري والسيكاترايزنج كونجكتيفايتس. انا باين عندي في الصوره دي حاجتين مهمين جدا، ايه هما؟ كيموزس ماشي، في حاجتين تانيين بقى، في انو في سالموس صح، وهو باصص لفوق، ايه اللي حصل؟ في ليميتد اليفيشن صح، الاب جيز، وده اللي مع مين؟ البلو اوت فراكشر، اللي هو فراكشر في الاوربيتال فلور، فبيحصل هرنيشن للاوربيتال فات، فتبدا العين ترجع لورا، يحصل انو في سالموس، وممكن الماسلز بتاعته تروح نازله فين؟ في الماكسيلاري ساينس، فالعيان ده ما يعرفش يرفع عينه ايه لفوق، فهتلاقي فيه ليميتد اليفيشن وهلاقي فيه انو في سالموس. ايه الانفستيجيشن اوف تشويس للحاله دي؟ اوربيتال سي تي. بعد اذنكم جاوبوا بالشكل ده، اوربيتال سي تي مش سي تي عادي، اوربيتال سي تي. انا السي تي ده ممكن ان انا اعمله على البرين، ممكن ان انا اعمله على الهيد، ممكن اعمله على الماكسيلاري ساينس، ممكن اعمله على الاوربت. يعني انت حياتك لو بعت الواحد بتاع اشعه وقلت له اعمل لي سي تي مش عارف يعمله على ايه، ما هو السي تي ده ليه مكان، فده اسمه اوربيتال سي تي. كان عندنا الكلام ده في الجروب ديسكشن، ايه المتوقع ان انا الاقي فيه في الاوربيتال سي تي؟ الاقي فيه فراكشر في الاوربيتال فلور، والاقي هرنيشن في الاوربيتال فات، ليه ساينز كده اسمها ايه؟ تير دروب ساين. ما تقولوش ما خدتهاش عشان انا مديها بنفسي بالجروب ديسكشن. نعم. مش في هايبرتروبيا، لا هو بيبص لفوق، هو بيبص لفوق هتلاقي ان العين دي مش عارفه ترفع زي العين الايه الثانيه. يعني هو في البرايمري جيز لا. ايه اللي واضح عندي هنا؟ هو مش اديم عاديه، هو ده منظر اديم عاديه ولا انت شايف الدنيا ريسيميتاس صح؟ الدنيا فيها سوولن وارسيميتاس في الليد، فده ماشي مع حاجه اسمها ايه اللي هو البريسيبتال سيلولايس، الدنيا تنس قوي. ايه الانفستيجيشن اعمله عين ده؟ اعمل ايه؟ لا برضه هعمل اوربيتال سي تي عشان اشوف الانفكشن دي ان فرونت الاوربيتال سيبتم ولا بيهايند الاوربيتال سيبتم. لو الانفكشن دي انفرانت الاوربيتال سيبتم يبقى اسم المرض بتاعي ايه؟ بري سيبتال سيلولايتس، يعني انفلاميشن قدام السيبتم. لكن لو الانفكشن بتاعتي دي ورا يبقى ده اوربيتال سيولايتس. الاوربيتال سيولايتس ده عامل زي الاكيوت كونجستيف جلوكوما، ده شوت بي هوسبيتالايز، المفروض ان هو يتحجز وياخد بارنترال انتي ايه بايوتيك. فانا عندي ده بري سيبتال سيلولايتس، لما اطلب انفستيجيشن عن ده هيبقى اوربيتال سي تي. انا اسرع عشان احنا خلاص كده. ده شكل تاني ان هو في اديما، لكن لو انت تلاحظ في ايه؟ في حاجه تاني بقى مع الاديما لما بدا يفتح العين صح، في بروبتوزس. خلاص ما دام في بروبتوزس كده بانت الرؤيه، ده بالكلينيكال دايجنوزس حتى من غير السي تي العين ده عنده اوربيتال سيلولايتس. تمام، يعني البريسيبتال ده حاجه قدام الاوربيتال سيستم وخلصنا، العين ما فيهاش اي مشكله، لا في ليميتيشن للموتيليتي ولا في بروبتوز ولا في اي حاجه تاني غير شويه الانفكشن دول. لكن وانس ان هي عدت ورا الاوربيتال سيستم وصلت للاوربت هلاقي العين ده عنده ليميتيشن للاوكلر موتيليتي، وهلاقي في بروبتوز الحاجات كلها بتاعت الاوربيتال ايه سيلولايتس.
ايه العيان ده؟ في ايه؟ في ايه؟ عاوز اضيف معاها كلمة تاني. هو بروتوزس عدل ولا العين معوجة ولا جاف؟ عدل صح. اسمه ايه بقى؟ اكزير، لان انا عندي فيه بروتوزس وعندي ديستوبيا، مش ممكن يكون في ماس وهي اللي زقت العين فتلاقيها زقها مثلا لتحت كده شويه، زقها لفوق، لكن ده الثايرويد اي ديزيز بيعمل لي حاجه اسمها اكزيال بروبتوزس. يعني تخيل انت ايه، فورورد ديسبليسمنت عدله خالص، لا هتتزق لا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت، فده اسمه اكزيال بروبتوز. خاف على عندهم مشكلتين بسرعه، ايه هما؟ اكسبوجر كيراتوباسي، وايه تاني؟ وكمبريسيف اوبتيك نيوروباسي. يبقى انا ده حاجتين اللي انا خاف عليهم. ده شكل تاني اللي عنده ايه؟ بايلاترال اكزيال بروبتوزس، وفي ايه تاني؟ وبايلاترال ليد ريتراكشن، وفي ايه تاني؟ وبايلاترال بيري اوربيتال اديما، صح؟ فده ماشي مع ثايرويد اي ديزيز. دي فيها ايه؟ من الليد الطبيعي ومن الليد ديزيز. ليه؟ عشان المفروض الابر ليد يغطي، صح؟ كون انا عندي فيس كتيره الشو، هو ده الليد ايه؟ ريتراكشن. فانا عندي في الرايت اي في ليد ريتراكشن، والموست كومن كوز ليد ريتراكشن هو الثايرويد اي ديزيز. ده شكل تاني، العين بقى اليمين هي اللي طبيعيه، والعين الشمال هي اللي فيها ايه؟ فيها ليد ريتراكشن، وفيها كمان حبه مايلد بروتوزس بس مش عنيف زي الصور اللي فاتت، فده برضه مع الثايرويد اي ديزيز. الصوره دي فيها ايه؟ فيها ليد لاج. العين وهو باصص في البرايمري بوزيشن فوق، لو انتوا بصيتوا هلاقي فيه ليد ريتراكشن. قلت العين يبص لتحت، الليد بيكسل ما بينزلش مع الليد الايه؟ التاني. لو انا جيت من السنتر بتاع البيبول ويست لحد الليد مارجن في الصوره اللي فوق، هلاقي المسافه اقل بكتير منين؟ من المسافه اللي تحت. ده اسمها ليد لاج، ودي من اشهر الساينز اللي بتحصل مع الثايرويد اي ديزيز، ان انا بخلي العين يبص لتحت من الاخر كده، الليد بيكسل ينزل مع الليد التاني، فلاقي المسافه اللي ما بين السنتر بتاع البيوبل للليد مارجرين وهو باصص في البرايمري بوزيشن اقل من هو لو بص فين؟ لتحت. ده شكل تاني للليد لاج برضو. الانفستيجيشن ده اسمه ايه؟ فلوروسين. وده اسمه ايه؟ او سي تي. الاو سي تي ده بيبان ايه؟ الاناتومي، اللايرز بتاعت الريتنا واحده واحده، بيقدر يصورها لي كاناتومي، لكن لو حبيت ابينها كفانكشن ده برضه سونار. امتى استعمل السونار وامتى استعمل او سي تي؟ لو في ميديا وبس زي توتال لينس وباستي والحاجات دي او الفيتراس هيموريج بستعمل السونار، لكن لو ان الميديا بتاعتي كلير قادر اصور يعني فبستعمل او سي تي زي الحالات اللي احنا شفناها بتاعت النمبر ليفرتيف دايابيتيك ريتينوباثي وزي حالات الاي ام دي، تمام؟ والفانكشن بتاعتي ده شكل ايه؟ ده فيجوال فيلد زي ما احنا شفنا اساسا، يعني اوقع ينزل الصور اللي في الاول اللي فيها الفيجوال فيلد ديفكت، مش هينزل دوا. وده شكل الاي ار جي. شكرا. طيب الحالات دي سريعه ان شاء الله، نركز بس عشان نخلص. طيب اول سلايد معانا شايفين ايه؟ توزس، جاست توزس في سنة ايزوتروبيا، تمام؟ طيب الحالة دي انهي نوع من انواع التوزس من الشكل كده؟ شايفينه طفل غالبا، ده كونجينيتال توزس، صح كده؟ يونيلاترال ولا بايلاترال؟ يونيلاترال. يبقى نحدد يونيلاترال ليفت كونجينيتال توزس، انهي ديجري دي؟ مايلد مودريت سيفير، تمام. ليه؟ لان انا عندي شايف الليد مارجن هنا واقف عند الابر ايدج اوف بيوبل، تمام. سيفير توزس ده بيبقى الابر ايدج اوف بيوبل اصلا متغطي او البيوبل كله كفرد. مايلد، المايلد توزس بيبقى جاست 2 مللي، بعد كده في المودريت توزس من 2 ل 4 مللي، فاحنا دي غالبا مايلد تو مودريت توزس، تمام. طيب ايه المانجمنت في طفل زي ده؟ هل ده انديكيشن للسيرجري؟ تمام، يبقى مايلد توزس، تمام. يبقى انا ما عنديش دلوقتي اي استعجال في السيرجري، لكن لو سيفير توزس يبقى خلاص دي سيرجري از ايرلي از بوسيبل، عشان بخاف من الايه؟ الامبليوبيا. طيب حاله زي دي يبقى انا عندي برضو ده يونيلاترال ولا بايلاترال؟ بايلاترال. ده انهي ديجري، مايلد ولا مودريت ولا سيفير؟ سيفير. وهو عامل ايه دلوقتي؟ اللي هو التشين
إليفيشن ده كومبنساتوري هيد بوزيشن، الهدف منه ان هو يشوف اي حاجه تدخل الايه الفيجوال اكسس. ده انديكيشن للسيرجري ولا نويت؟ يبقى ده انديكيشن للسيرجري. ايه السيرجري اللي ممكن تتعمل في حاله زي دي؟ هل ينفع معانا الريسكشن؟ موستلي سيفير توزيس والليفيتور فانكشن بور، تمام، فيبقى ده انديكيشن للايه السلينج اوبريشن. طيب ده نستعجل عليه ولا نعمله على طول؟ يبقى ده يتعمل على طول. ليه؟ انا بخاف من ايه هنا؟ وايه تاني؟ تمام، وهيبقى عنده ده غالبا نستجمس، صح كده، لان هو ما فيش اي لايت داخل الفيجوال اكسس، فهو بيحاول يعمل الايه التشين اليفيشن دي عشان يحاول يشوف اي حاجه. طيب سلايد دي، ده برضو شايفين ايه؟ توزيس، خلاص. طيب هل هو نقدر نقول ان هو سيفير ولا مايلد ولا مودريت؟ ماشي، العين اليمين دي غالبا مودريت، خلاص دي من مودريت تو سيفير بدات تغطي البيوبل، تمام. هل ده توزيس عادي ولا وسط سندروم؟ ده ما يسمى بالايه؟ بليفروفيموزيس سندروم. ايه الدياجنوستيك كرايتيريا بتاع البليفروفيموزيس سندروم؟ ايه الحاجات اللي فيه؟ في عندي اول حاجه توزيس بايلاترال، وايه تاني؟ ايبيكانساس. انهي نوع من الايبيكانساس؟ بيكانساس انفيرسس، شايفين هنا هنا كده في فولد من السكن وطالع لفوق، فده بنسميه الايبيكانساس انفيرسس. في ايه تاني باين في الصوره هنا؟ في حاجه اسمها تيلي كانساس. يعني ايه تيلي كانساس؟ في مسافه من هنا من الانر كانساس هنا للانر كانساس هنا وايد، ده بليفرو فيموزيس سندروم. ايه الهيريديتري؟ ده هيريديتري بيتورث كايه؟ دوميننت ولا ريسيسيف؟ طيب بنلاقي غالبا الفاميلي، يعني غالبا الصوره اللي زي كده، في صوره دايما موجوده عندكم في الكتاب اللي هو صوره الاب وابنه نفس الايه؟ طيب ده ايه المانجمنت بتاع حاله زي كده؟ بيحتاج يعمل ايه؟ سيرجري. ايه السيرجري اللي ممكن يتعمل عشان نصلح الايبي كانساس اللي هو في المنطقه دي؟ بيتعمل حاجه اسمها زيت واي بلاستي، تمام، بنصلح الجزء ده بحيث ان احنا نشيل الجزء ده ونوسع لغايه هنا، وفي نفس الوقت التوزيس على حسب الليفيتور فانكشن. موست للحالات اللي زي كده بيبقى سيفير توزيس، فيتعمل سلينج اوبريشن. طيب صوره زي دي، اول ما نبص هنا ايه المشكله عندي؟ نحاول ما نبصش للدياجنوزس اللي فوق. طيب اول ما ابص للصوره دي زي ما انت تخيلت كده ان انا عندي في اكزوتروبيا في العين اليمين، صح كده؟ طيب في حين ان هو هي مش العين اليمين هي اللي فيها اكزوتروبيا ولا حاجه، هي كل الفكره الصوره دي انا عندي في العين الشمال دي، خلاص، هي كل الفكرة ان هو مع الابدكشن بتاع العين دي، العين دي اتحركت يمين لكن العين دي مش قادرة تتحرك، فانا عندي هنا الميديال ريكتس افكتد، تمام، وعندي في نفس الوقت في توزس في العين الشمال دي، خلاص، فانا عندي هنا في ثيرد نيرف بولسي اللي هو ايه الساينس بتاعته؟ بيبقى في عندي توزس نتيجة الافكشن بتاع انهي مصل؟ الليفيتور. طيب وايه المصلز اللي بتبقى افكتد في الثيرد نيرف بولسي؟ كله ما عدا واللاترال ريكتس. يبقى اذا انا عندي هنا هي كل الفكره ان هو الصوره دي لما حاولت تعمل ابدكشن العين دي ما عملتش ابدكشن بسبب الافكشن بتاع الميديال ريكتس. ايه انواع الثيرد نيرف بولسي؟ ايه اللي منهم في كومبريسيف، تمام، او لما بنيجي نوزعها على حسب البيوبل، في منه بيوبل سبيرد وفي منه البيوبل بيبقى افكتد على حسب انهي فايبرز بتبقى افكتد، في النوع الدايبيتك وفي نوع اللي هو بتاع الكومبريسيف او الميكانيكال او تروماتيك اللي هو بيبقى فيه كومبريشن نفسه من بره، لكن التاني اللي هو اللي بيبقى فيه اسكيميا، تمام، اللي بيتاثر فيها الحالات الايه الدايبيتك. طيب ده طفل، تمام، في عندي هنا ملاحظ فيه انايزوكوريا، صح كده، يعني شوف البيوبل
دايمتر هنا في الرايت اي والبيوبل دايمتر في الليفت اي. شايفين البيوبل هنا نارو، البيوبل هنا وايد شويه دايليتد شويه. طيب والله انا لو شايف صوره زي دي عادي ممكن اقول ان هو انايزوكوريا. مع الانايزوكوريا معناها ان انا عندي بيوبل ضيق وبيوبل واسع، او بيوبل السايز الدايمتر نفسه بتاع ده يختلف عن ده. ايه اسباب الانايزوكوريا؟ انايزوكوريا اول حاجه، اشهر حاجه. هل الهورنر سندروم اشهر حاجه؟ لا، اشهر حاجه عيان جاي حاطط قطر التوسيع في عين، صح كده، او حاطط بايلوكاربين في عين تانية. خلاص يبقى انا عندي هنا في انايزوكوريا. خلاص بيوبل هنا نارو عنده، ممكن دي اكون حاطط فيها قطر التوسيع، او هنا حاطط فيها اوكيوكاربين ولا بايلوكاربين اللي هي بتعمل مايوزيس. يبقى ده الايه، ده نوع من انواع الانايزوكوريا. طيب في الحاله دي انا عندي هنا في مايلد توزيس، في عندي مايوزيس، تمام، ودي من المانيفستيشنز بتاعه الهورنر سيندروم. ده طفل فغالبا ده كونجينيتال هورنر. ايه الاذر ساينز بتاعه الهورنر توزيس؟ مايوزيس، انهيدروزيس، ابارنت انوفثالموس. طيب ايه انواع الهورنر؟ على حسب الافكشن، مش في برايمري، في سكندري، وفي تيرشري، على حسب الليجن مكانها فين، مش عليكم. طيب خلاص خلينا هنا في الايه، يبقى في هنا لما تيجي الصوره زي دي ممكن اقول في نايزو كوريا. خلاص ولما اكمل الداتا اللي عندي في مايلد توزيس، تمام، وفي مايوزيس، دي الحاجات اللي واضحه. لكن طبعا الانهيدروزيس والابارنت انوفثالموس يعني مش واضح للدرجه. طيب هنا الدياجنوزيس ممكن اقول في ابر ليد ماس، صح كده، وعامله ميكانيكال توزيس. يبقى انا عندي الابر ليد ماس دي قد تكون كاليزيون، قد تكون عشان هي في الجزء الابر تيمبرال ممكن تبقى في لاكريمال جلاند سويلنج، تمام، وانلارجد وعامل توزيس. يبقى انا في عندي ابر ليد ماس كوزنج ميكانيكال توزيس. طيب نيجي في الصوره دي، ده حد اولد ايج، وفي عندي هنا في الليفت اي في اكتروبيون. ويتش تايب من الاكتروبيون؟ شايفين؟ لا، في سكار هنا، اهي سكار هنا واضحه، تمام، هنا مش اللي هي الجزئيه دي، هنا واضحه السكار. فده غالبا كان في ليد ماس واتعمل اكسجن للليد ماس دي، قد تكون تيومر بما انه هو اولد ايج، تمام، وحصل سيكاتريشال اكتروبيون. يبقى ده اكتروبيون لكن ما نقدرش نسميه سنايل اكتروبيون. السنايل او الانفوليوشنال اكتروبيون ده بيبقى لاكزيتي في الايه، في الليد ماسلز. لكن ده انا شايف عندي السكار، فالسكار لو هي في الابر ليد هتعمل ابر ليد اكتروبيون، السكار لو في اللور ليد يبقى بنسميها سيكاتريشال لور ليد اكتروبيون. يبقى هنا ما نقولش سيكاتريشال اكتروبيون بس، هنقول ليفت لور ليد سيكاتريشال اكتروبيون. هل ده يمشي ميديكال؟ لا، ده سيرجيكال، هنعمل سيرجيكال ريبير، غالبا هتتشال الجزء السكار ده وهيتجاب جرافت، خلاص تتحط بحيث ان انا نعمل ريبوز، يعني نعمل ايه، ريبير للايه، للاكتروبيون ده. طيب هنا في عندي برضو لور ليد، خلاص في عكس الاكتروبيون في انتروبيون، في رولينج ان للليد مارجن هنا. يعني قصة ان انا اقول ان هو انفوليوشنال، مش فيش حاجة تخلينا نقول ان ده سنايل، او يعني شكل باقي الصورة مش واضحة ان احنا نقول ان ده سنايل او انفوليوشنال انتروبيون. خلاص لكن ده على الاقل هنقول لور ليد انتروبيون. هل ده برضو بيمشي ميديكال ولا سيرجيكال؟ سيرجيكال ريبير، تمام. طيب الصورة أنا عندي هنا في انفلاميشن للليد مارجن اللي هو ما يسمى بليفرايتس، بقى في انفلاميشن للليد مارجن، تمام، وشايفين الكراس على اللاش، فده سيبوريك بليفرايتس، بيبقى في سويلنج في الايه، في الليد مارجن، وفي انفلاميشن والريدنس اللي موجودة دي. وطبعا ده بيبقى مشاكله في ايه؟
ده بيبقى كرونيك تمام، بيبقى بيعمل افكشن للميوبيوميان جلاند فيعمل دراينس خلاص، فدي من المشاكل بتاعه الايه السيبوريك بليفرايتس. طيب ده صوره لواحده من الكومبليكيشنز بتاعه الكرونيك بليفرايتس، ان انا عندي بيحصل فيه لوس للاشز ما يسمى بالمدروزس. خلاص شايفين الايه اللاشز اهي، وفي الجزء ده حتى باين فيه ان انا عندي فيه هنا الميوبيوميان جلاند اورفيسز اللي شايفينها هنا عند الليد مارجن تمام، وبعد كده في الجزء اللي من تحت ده اللي هو فيه جزء يلو ده اللي هو الكراست. خلاص ونتيجه السيفير والكرونيك بليفرايتس حصل لوس للاشز، وقعت اللاشز، وده يسمى بالمدروزس. طيب ده نوع تاني من انواع الايه البليفرايتس، بس اللي هو اللي فيه البارازيتك، وهيبقى مميز بالايه بالحاجات اللي هي بتبقى موجوده عند اللاشز وعند الليد مارجن. يعني هو ده غالبا الحاجات يعني القصه بتاعت البليفرايتس، شويه طبعا مهمه في الجزء الكلينيكال. خلاص بالنسبه لكم بيبقى بنجيب برضو صور واضحه، حاجه زي كده هل ممكن تتلخبطوا فيها في الامتحان؟ في عندي ايه يعني دي لور ليد ماس موستلي ده عباره عن كاليزيون. طيب الكاليزيون لما يجي في حد اولد ايج هل دي حاجه كومون؟ بقى انا لو عندي جايبين صوره زي كده بس اولد ايج وعندي لور ليد ماس زي كده، هل اقدر اقول كاليزيون جاست وان انا هعمل اكسجن وخلاص؟ خلاص ليه؟ لان انا اكتر حاجه بشك فيها ايه ماليجنسي، ايه انهي نوع؟ لا البيزل سيل كارسينوما بتيجي ألسر، بتيجي تحت شويه سبيشس جلاند كارسينوما تمام لو اولد ايج، لكن لو حاله زي كده في حد سنكم خلاص انا ما بنتعامل ان دي كاليزيون وبندي تريتمنت وبنعمل اكسجن تمام. طيب دي ايه؟ في انفلاميشن هنا في اللاكريمال ساك خلاص، فده اكيوت داكريوسيستايتس. طبعا الكرونيك بتبقى شويه مش مفيش الساينس بتاعه الايه الاكيوت انفلاميشن زي الريدنس هنا، واضح ان هي العين كلها انفليمد والسويلنج اللي موجود ده تمام. دي بتمشي ميديكال ولا سيرجيكال؟ في الاكيوت يبقى انا هدي تريتمنت نخفف بيها الاتاك، وبعد كده بفهم العيان ده ان هو طبعا غالبا هيدخل في كرونيك داكريوسيستايتس اللي هي بتحتاج بعد كده سيرجري اسمها داكروسيستو راينوستومي. ايه التست ده؟ شيرمر تيست. ده بنستفيد بيه في ايه؟ في الدياجنوز بتاع دراي اي. ازاي؟ بنحط الستريبس دي تمام في هنا عند اللور فورنكس خلاص، وبنستنى 5 دقايق، وبعد كده بنشوف حصل ويتنج قد ايه منها لغايه 10 مللي، عدت ال 10 مللي ويتد من الورقه دي في خلال الخمس دقايق، يبقى انا عندي العيان ده نورمال. لو اقل يبقى انا عندي العيان ده فيه دراي اي، يبقى الشيرمر تيست وبنستخدمه في ايه؟ في الدياجنوزس اوف دراي اي. طيب صوره زي دي لحاله فيها بوستيريور بولر كاتاركت، شايفين اللينس كلها كلير ما عدا الجزء اللي هو في السنتر وبوستيريور، يعني شايفين السليت ده في السليت ده في واحد اللي هو التلاته المنورين دول بنسميهم سليت، ده بتاعت السليت لامب اللي احنا بنبص بيه على الحاله خلاص. فاول لاين ده بتاع الكورنيا، وتاني لاين ده بتاع الانتيريور كبسول، وتالت لاين اللي ورا ده بتاع البوستيريور كبسول. يبقى انا عندي اول لاين بتاع الكورنيا، تاني لاين بتاع الانتيريور كبسول، تالت لاين بتاع البوستيريور كبسول. المسافه ما بين اللاين الاولاني ده واللاين التاني دي عباره عن الايه؟ الانتيريور تشامبر. والمسافه ما بين اللاين التاني والتالت ده عباره عن اللينس سبستنس نفسها. خلاص فاحنا لو مشينا اللاين ده هنلاقي هنا انا ما عنديش اي اوباستي في على الانتيريور كبسول ولا في اللينس، الاوباستي مينلي على البوستيريور كبسول، دي بنسميها بوستيريور بولر كاتاركت. هل ده نوع من انواع برضو الكونجينيتال كاتاركت؟ هل ده بيأثر على الفيجن اكتر ولا الانتيريور بولر كاتاركت؟ ما في بوستيريور بولر وفي انتيريور بولر. البوستيريور بولر ليه؟ قريب من ايه؟
من النودال بوينت، وبالتالي بيعمل سيفير افكشن للايه للفيجن. ايه التريتمنت بتاع، هل طفل زي ده هينفع اسيبه؟ لا، يبقى ده من الانديكيشنز بتاعه السيرجري، زيها زي لو انا عندي طفل توتال لينس اوباستي، تمام، لان ده بيبقى عامل افكشن للفيجن، غير حالات الانتيريور بولار كاتاركت بتتساب ونعمل لها فولو اب. طيب برضو ده نوع من انواع الكونجنيتال كاتاركت، بنسميه سوتشرال كاتاركت، اللي هو جاي في السوتشرز. لو خدنه في الامبريولوجي بتاعه اللينس بتبقى فيه حاجه اسمها سوتشرز. السوتشرز دي اللي هي بيحصل فيها في جزء من الامبريولوجي، اللي هو بيحصل الفيوجن ما بين اللينس فايبرز، تمام، فبيبقى النوع ده من الكاتاركت بيجي على شكل واي قدام والعكسها ورا، فده سوتشر كاتاركت. هل ده بيبقى مؤثر على الفيجن؟ لا، دي من الحاجات اللي ما تبقاش مؤثر على الفيجن، فممكن نستنى عليه. طيب ده نوع من انواع الايه، طلع خلصنا الكونجنيتال كاتاركت، نقلنا للايه، للسنايل كاتاركت. خلاص السنايل كاتاركت في منه كورتيكال وفي منه نيوكليير وفي منه بوستيريو سب كابسولر، سواء السنايل كاتاركت او الكومبليكيتد كاتاركت. فانا عندي ده، ادي شايفين السبايكس دي، خلاص ده بتاعه الايه، الكورتيكال كاتاركت. الجزء اللي في السنتر اللي هو النيوكليس نفسها موستلي ما فيهاش كاتاركت، فانا عندي ده نوع من انواع الكورتيكال كاتاركت، وده ممكن يحصل مع السنايل كاتاركت، ممكن يحصل مع الكومبليكيتد كاتاركت زي الدايبيتس، برضو بيحصل معاه الانواع دي. طيب ايه المانجمنت بتاع حاله زي دي؟ نعمل لها ايه؟ سيرجري ايه؟ فيكو امالسيفيكيشن ولا اكسترا كابسولر؟ فيكو امالسيفيكيشن، لان دي غالبا ما فيهاش نيوكليوس فبيبقى سوفت، تمام. طيب صوره زي دي، شايفين السليت هنا، وهنا شايفين الاوباستي مينلي هنا فين؟ في السنتر اللي هو النيوكليوس، وباينه هنا كمان في السليت. خلاص ادي البيم اهو، فده نيوكليير كاتاركت. خلاص برضو ده من نوع من انواع السنايل كاتاركت. ده اماتيور ولا ماتيور؟ اماتيور. واللي قبليها الكورتيكال اماتيور، لان مش كل اللينس فايبرز اوبيك، تمام، في جزء من اللينس فايبرز مازال كلير. طيب دي صوره لحاله فيها توتال لينس اوباستي. التوتال لينس اوباستي دي والله لو هو طفل خلاص ممكن يبقى كونجنيتال كاتاركت وتوتال لينس اوباستي، خلاص، ولو هو اولد هنسميه ماتيور سنايل كاتاركت، كل اللينس فايبرز اصبحت اوبيك. خلاص الفيجن نتوقع في العيان ده ايه؟ العيان ده مش هيشوف اكتر من هاند موشن، يعني مستحيل العيان ده يشوف متر قدامه، صح كده؟ كل اللينس فايبرز اوبيك. هل ده نقدر في الانفستيجيشنز بتاعته لما نيجي نفحصه عشان هندخله يعمل ده مبدئيا يستنى ولا يدخل يعمل عمليه؟ السيرجيكال. طيب وانا بحضره عشان اعمل له عمليه، المفروض ان انا بطمن على ايه؟ على الريتنا. هل اقدر اشوف الريتنا لما اجي اوسع العيان ده؟ هو واسع، هل اقدر اشوف الريتنا؟ طيب يبقى هستعيد عن كده بايه؟ بالترا سونوجرافي. هل ده اعمل له فيك ولا اكسترا؟ يعني ما بين هذا وذاك، فيكو او اكسترا، تمام، ينفع مع ده وينفع مع ده. خلاص طيب ده، طيب اللي فات ده احنا بنخاف عليه من ايه؟ ما ينفعش استنى عليه ليه؟ ممكن يدخل في ايه؟ جلوكوما. انهي نوع من الجلوكوما؟ سكندري جلوكوما، صح كده، اللي هو ما يسمى بالايه، انتيوميسنت كاتاركت. انتيوميسنت كاتاركت، انتيوميسنت كاتاركت ده بيحصل فيه سويلنج اللينس، تمام، فتبدا تقفل البيوبيلاري، فبيحصل بيوبيلاري بلوك، تمام، ويبدا يزيد الانترا اوكولار بريشر. خلاص وده ساعتها ده العيان ده هايلي ايمرجنسي، يبقى يعتبر ايرجنت ساعتها، هيدخل المستشفى، تمام، ويبدا ينزل التنشن ونبدا نعمل له الايه، السيرجري، اللي هي بتبقى عباره عن كاتاركت سيرجري، خلاص، وليست جلوكوما سيرجري. طيب العيان ما دخلش في المرحله دي وحصل بعد كده ابزوربشن لشويه
كورتكس تمام، وحصل الايه الكالسيفيكيشن اللي شايفينها على الانتيرو كبسول، وفي شرينكينج للانتيرو كبسول، فده ما يسمى بالهايبر ماتيور كاتاركت. الهايبر ماتيور كاتاركت وده من الانديكيشنز، وده غالبا بقى لو اتسالت ايه المانجمنت بتاع العيان ده، ايه السيرجري فيكو ولا اكسرا، هتقول له ساعتها اكسرا خلاص، لان دي بتبقى اللينس نفسها هارد، بتبقى براون، فكون وبيبقى برضو غالبا العيان ده اولد ايج فوق 70، فكون ان احنا ندخل بفيكو سيرجري في حاله زي دي بيبقى فيه ممكن اعمل ايه انجري الكورنيا خلاص والاندوثيليوم، ويدخل في حاجه اسمها كورنيال ديكومبنسيشن. فالحاله دي هي دي اللي غالبا الانديكيشن الوحيد ان احنا نعمل ايه اكسترا كابسولر. طيب هنا اصبحت دخلنا في المورجاجنيان كاتاركت، وحصل ابزوربشن لكل لجزء من النيوكليس، النيوكليس كلها بقت في الجزء اللي تحت دي، نزلت لتحت، والباقي ده كله بيبقى عباره عن كورتكس وليكوفايد خلاص، فده اسمه هايبر، ده اسمه مورجاجنيان كاتاركت، وبيبقى برضو في الكالسيفيكيشنز وفي شرينكينج للايه للانتيريو كبسول هنا خلاص، وده نتيجه ان انا بعد ما كنت خايف عندي من الانتيوميسنت كاتاركت البريشر بيزيد جوه اللينس. في حالات المورجاجنيان كاتاركت بيحصل ابزوربشن، فالنيوكلياس نفسها حجمها يظهر خالص، والكورتكس اللي حواليه اصبح زي الميه، فالنيوكلياس راح اتوقعت في الميه اللي هي فيها فتنزل لتحت. الحاله زي دي وانس ان انا بفتح الانتيريو كبسول في السيرجري بلاقي الكورتكس طلع كله بره، عباره عن زي الاكواس بيبقى ليكويد، ولدرجه ان النيوكلياس نفسها بتبقى مش ممسوكه، وعشان اقدر امسك النيوكلياس بتبقى احيانا بنعدي حاجه اله كده بنعديها ندخلها جوه النيوكلياس عشان اقدر بس اثبتها، لان كل ما بدخل ببروب الفيكو واحاول امسك النيوكلياس تبقى صغيره فعماله تلف في وسط الايه الفلويد، والفلويد كله للاسف بيطلع وفي الاخر تتبقى النيوكلياس نفسها وبتبقى فيري سمول. فده المورجاجنيان كاتاركت. يبقى احنا بس لازم ناخد بالنا من الاشكال دي لما تيجي حاله زي كده. خلاص ده عندي كورتيكال كاتاركت، ده النيوكليار كاتاركت، ده الماتيور، ده الهايبر ماتيور، ده المورجاجنيان كاتاركت. طيب نيجي هنا، دي حاله شايفين اللينس هنا طالعه لفوق تمام، وفي عندي الزنيولز اللي هي اللاينز اللي من تحت دي، زنيولز دي اللي هي لينس سبلكسيشن او بنسميها اكتوبيا لينتس. ايه اشهر اسباب الاكتوبيا لينتس او السبلكسيتد لينس؟ اشهر سبب التروما، من التروما من الحاجات في التروما، ممكن زي ما خدنا فيها فيكشن للليد والكورنيا و و و واللينس بيحصل فيها يا اما سبلكسيشن ان هو جزء من الزنيوز يفك وتبقى متعلقه، ممكن يحصل الزنيوز اللي فوق تفك، ممكن اللي تحت وهكذا، فيحصل سبلكسيشن اللي هي تتزحزح من مكانها شويه، او كل الزنيوز تتقطع ويحصل فيها ما يسمى بالايه ديسلوكيشن، والديسلوكيشن قد يكون انتيرير تطلع في الاي سي او بوستيرير تقع في الفيتروس كافيتي وتنزل على الريتنا. طيب ايه اسباب تانية لللينس سبلكسيشن؟ في حاجات زي سمعتوا عن ايه المورجاجنيان ماشي، وايه تاني؟ مارفان سندروم، سندرومس المارفان والفيلمارشزاني والحاجات دي بيبقى معاها لينس سبلكسيشن واكتوبيا لينتس، وبيبقى فيه منها معظمها بتبقى باي لاترال خلاص، تلاقي الطفل من ساعة ما اتولد وهو عنده السبلكسيشن ده. طيب نقلب على الشابتر بتاع الكونجنتايفا، ايه الصورة دي؟ في عندي في بابيلي طالعة في الابر بالبيبرال كونجنتايفا، يبقى انا لما لو طلب مني اوصف الصوره يبقى انا عندي في بابيلاري كونجنكتيفايتس في الابر بابيلي ابر بالبيبرال كونجنتايفا. ايه اسباب البابيلاري كونجنكتيفايتس؟ السبرينج كاتار، وايه تاني؟ في حاجه اسمها جاينت بابيلاري كونجنكتيفايتس من اشهرها الكونتاكت لينس ويررز. ايه تاني؟ برضه في ستيج من الستيج بتاعه التراكوما بتبقى فيها بابيلي صح كده. طيب الصوره اللي زي دي في عندي في كونجنكتيفايتس في ممبرين هنا خلاص، فده اسمه ممبرنس كونجنكتيفايتس. وهنا في سؤال مهم اللي هو ايه، ازاي تفرق ما بين الممبرنس والسودو ممبرنس؟ الهوك تيست تمام،
شوف نعدي هيعدي من الممبرين يبقى ده سودو ممبرنس، لو ما عداش يبقى ترو ممبرنس كونجنكتيفايتس. ايه اشهر اسباب الممبرنس كونجنكتيفايتس؟ ديفتيريا. تمام عادي، دي ميوكو بيورالاند كونجنكتيفايتس اللي هو الام بي سي او الرمد الصديد اللي هو بنشوفه في كل يوم. خلاص ده اللي هو برضو انفكشن بيحصل في الايه، في الانفانتس او النيونيتس، بنسميه اوفثالميا نيوناتورم. ايه الاورجانيزم؟ تمام. طيب نيجي دي صوره فيها سب كونجنكتيفال هيموريج. خلاص شفتوا الصوره في المحاضره الاولانيه اللي هي مع التروما كان فيه الهايفيما. خلاص فده هيموريج سب كونجنكتيفال. خلاص ايه اسباب السب كونجنكتيفال هيموريج بالمنظر ده؟ تروما اشهر حاجه، الناس الهايبرتنسيف، الناس اللي ماشيين على انتي كواجولانت بيحصل معاهم سب كونجنكتيفال هيموريج. تمام. طيب هل في مانجمنت للحاله زي دي؟ بالنسبه لي لو جت لي حاله زي دي هعمل ايه؟ كونزرف. بس قبل ما اتاكد، قبل ما اقول له، قبل ما اطمن العيان واقول له هتمشي فولو اب وما فيش اي حاجه، لازم ابص على حاجه مهمه هي الفندس. يعني العيان ده لو في تروما وفي سب كونجنكتيفال هيمورج، انا ببقى خايف ان بيبقى حصل في تروما على الريتنا في شكل ممكن يبقى فيه فيتراس هيمورج، في شكل ممكن يبقى فيه ريتنال بريك، ممكن يبقى فيه ريتنال ديتاتشمنت، ممكن يبقى فيه سب هايلويد هيمورج. خلاص يبقى انا اطمن، مش جاست ان انا بصيت على العيان ولقيت فيه سب كونجنكتيفال هيمورج وسواء قال لي مفيش سبب او ان هو اتخبط، يبقى انا خلاص بصيت على العيان واقول له كده انت هتخف خلاص واتكل على الله وما اشوفش الايه الاذر ساينز اللي ممكن تبقى فيه بسبب الايه التروما. طيب الليجن اللي على جنب دي، دي اللي هي البيتوس سبوتس بتاعت الايه الدراي اي. خلاص ما تلخبطش ما بينها وبين التريجيوم. خلاص البيتوس سبوتس دي بتبقى موجوده عند البالبر كونجنكتيفا. خلاص وما بتوصلش، ما بتعديش الليمبس لكن التريجيوم، لكن هنلاقيه تريانجولر وهنلاقيه فاسكولار وهنلاقيه معدي الليمبس. وطبيعي لو جات لكم صوره فيها تريجيوم هيبقى واضح. خلاص فدي اللي هي البيتوس سبوتس دي سام، دي وان اوف ساينس بتاعت الايه الدراي اي. طيب دي صوره برضو ده ليجن في الابر بالبيبرال كونجنكتيفا اسمها بوست تراكوميتوس ديجنريشنز او كونكريشنز. خلاص ودي ايه الشكوى؟ دي ايه الشكوى بتاعت العيان ده؟ بيشتكي من فورن بودي سنسيشن. طيب دي صوره للكورنيال ليجن. خلاص زي ما احنا شايفين كده ليها شكل معين. خلاص اللي هي الدندريتك. خلاص واخده الستين اللي بنستخدمها هنا اسمها فلوروسين ستين، يبقى دي ممكن نقول عليها هيربيتيك كيراتايتس، ممكن نقول عليها دندريتيك ألسر. تمام. وممكن نقول عليها فيرال ألسر برضو. هي نفس الصورة دي أو يعني عيان تاني نفس الشكل برضو فسماها دندريتيك ألسر، فعشان كده بنقول هي نفس الصورة دي دندريتيك ألسر أو هيربيتيك كيراتايتس. أو ودي ممكن يتسأل سؤال عليها إيه الستين اللي بنستخدمها في حالة زي دي، فدي الفلوروسين ستين. طيب ده صورة غالبا عيان زي كده بس حصل ان العيان ده استخدم سترويد. خلاص فدخلنا في جيوغرافيك ألسر وبدأ يحصل فيها اكستنشن وبدأ يوسع الايه الايدجز بتاعتها تبعد عن بعض، عكس الصورة زي كده خلاص اللي هي خلاص ده ايرلي دندريتك ألسر، لكن ده عيان مصري خد سترويد. تمام. فحصل فيها اكستنشن للايه للألسر. ده عبارة عن كورنيال أبسس ومعاه في هنا ده بنسميه الوايت اللي في الاي سي ده هايبوبيون، حوالي 3 او 4 مللي هايبوبيون، وفي عندي كورنيال أبسس فممكن اقول عليه كورنيال أبسس ومعاه الايه الهايبوبيون. ممكن لو جالي سهم تحت وقال لي ايه الساين دي بنسميها دي هايبوبيون. ليه هنا قال فانجل كيراتايتس؟
تمام، والايه والفيلمنتس اللي باينه حوالين الليجن نفسها خلاص. فدي صوره لو جات لكم خلاص انت مش مطالب ان انت تقول فانجل كيراتايتس، ممكن تقول كورنيال ابسس خلاص، لان انا عشان اقول اصلا ان هو فانجل خلاص لازم اعمل كالتشر خلاص. لكن بتبقى فيه سام ساينز وانا بكشف على العيان ان هو بتاع الفانجل ده شويه بيبقى ما عندوش السيفير فوتوفوبيا زي البكتيريال، فده يبقى ايه يعني احنا بالنسبه لنا هو خلاص في كورنيال ابسس وفي هايبوبيون. طيب دي ساين مهمه جدا اللي هي المانسون ساين اللي هي بتاعه الايه كرادوكونس. شايفين هو كل الفكره ان العيان باصص لتحت، فالكون دي زائف عامل الفي شيب بتاع الايه الليد، فدي حاله كرادوكونس. لو الصوره زي كده جت هيقول ايه الساين دي، خلاص مانسون ساين تخص انهي ديزيز دي بتاعه الكرادوكونس، ايه المانجمنت بتاعت حاله زي كده او المانجمنت بتاعت الكراتوكونس، ويقول لك مثلا ايه حط ويحط نقطتين مثلا خلاص في عندنا تمام خلاص. يبقى في عندنا الجلاسز وبعد كده بننتقل في كونتاكت لينس، وبعد كده في عندنا الكورنيال رينج اللي هي دي ادي الرينجز تمام، وفي عندنا بعد كده في الاستيج الاخيره اللي هي الكراتوبلاستي خلاص. يبقى انا عندي لما تيجي صوره زي كده هنقول انتراكورنيال رينج، تتوقع العيان ده عنده ايه؟ ليه ركب الرينجز دي؟ عشان عنده كيراتوكونس. يجي سؤال بعد كده ايه الاذر تريتمنت بتاع الديزيز ده؟ يبقى ايه كيراتوبلاستي او اوبتيكال او كذا. الحاله دي خلاص عامله كيراتوبلاستي، ممكن طبعا يكون لاي سبب مش شرط ان هي تكون لكيراتوكونس. طيب الصوره دي فيها كورنيال اوباستي بس ليها مسمى معين اسمها باند شيبد كيراتوباسي اللي هو بيبقى اللاين ده خلاص المستطيل ده اللي واخد من الليمبس ده للليمبس ده وبيبقى في السنتر. ايه اسباب الباند شيبد كيراتوباسي؟ نحط كلمه لونج ستاندنج ونقول لونج ستاندنج يوفيايتس تمام يعمل باند شيبد كيراتوباسي، نحط لونج ستاندنج ونقول لونج ستاندنج ريتينال ديتاتشمنت، نقول في الريتينال ديتاتشمنت سيرجري بنستخدم سيليكون، السيليكون نفسه بيعمل باند شيبد كيراتوباسي، يبقى في لونج ستاندنج يوفيايتس لونج ستاندنج ريتينال ديتاتشمنت، يعني مش من اول اتاك يوفيايتس هيحصل العيان باند شيبد كيراتوباسي، مش اول ما يحصل ريتينال ديتاتشمنت هيحصل العيان باند شيبد كيراتوباسي، مش اول ما العيان يعمل فيتريكتوم ويحط سيليكون هيحصل له الباند شيبد كيراتوباسي. دي بتاخد وقت طويل جدا عشان تتكون، فلازم الانفلاميشن ده يبقى شغال طول الوقت وسيفير وايه واديله فتره كرونيك خلاص. فممكن يحصل بعد ريتينال ديتاتشمنت بسنه وسنتين، ممكن يحصل مع عيان عنده فيتس من هو سنه 15 سنه يجيله الباند شيبد كيراتوباسي وهو عنده 40 50 سنه. اتفقنا؟ طيب ايه المانجمنت بتاعت الحالات دي؟ قبل الكراتوبلاستي ممكن بيعمل حاجه اسمها ايه كيليشن بايدتها كده خلاص، ماتيريال بتتحضر في المعمل وبنعمل بيها وبنعمل سكرابنج وبناخدها ننظف بيها الاوباستي دي. مش عارف عليكم ولا مش عليكم؟ طيب دي ايه دي؟ ايه؟ اركاس سينيلس خلاص، دي حاجه خلاص ايج ريليتد مش ديزيز ولا حاجه خلاص. واللي باقي ما يميزه الايه؟ الكلير سبيس اللي ما بينه وبين الليمبس خلاص، فده مش ديزيز اصلا. طيب دي طفل شايفين عنده هنا العين الشمال خلاص اكبر من العين اليمين شويه صح كده، ده ايه؟ بوفسالموس. طيب البوفسالموس الطفل او ام الطفل بيشتكي من ايه؟ اول حاجه الام بتلاحظها او جايه تشتكي منها تشتكي من لاكريميشن، يعني بتدمع على طول، تشتكي من لارج اسيمتري في ما بين الجلوب ده والجلوب ده، شايفين العين دي طالعه لبره شويه عن الايه عن العين الثانيه. البوفسالموس ميديكال ولا سيرجيكال تريتمنت؟ البوفسالموس سيرجيكال تريتمنت، يعني مفيش حد عنده بوفسالموس طفل صغير عنده بوفسالموس وبنقول له يمشي على العلاج خلاص. فالبوفسالموس سيرجيكال مانجمنت، السيرجري على حسب ايه بقى؟ الكلاريتي بتاعت الكورنيا صح كده، في عندي جونيوتومي في حاله ان انا ابقى شايف،
في بعد كده ترابيكيولوتومي، بعد كده في ترابيكيوليكتومي. خلاص. طيب الصورة دي شايفين السهم ده مشاور على الجزء الاسود ده، فدي بريفرال ايرودوتومي. امتى بعمل البريفرال ايرودوتومي؟ في الاكيوت اتاك، في الانجل كلوجر جلوكوما، بعملها في العين التانية للسيفتي انها ما تدخلش في الاتاك، والعين اللي دخلت في اتاك على حسب الايه، على حسب الانجل مقفوله قد ايه، صح كده، بعد ما ينزل الانترا اوكولار بريشر واعمل اسسمنت واشوف الانجل مقفوله قد ايه، هقدر اعمل بريفرال ايرودوتومي ولا هدخل اعمل لها سيرجري على طول. فده بريفرال ايرودوتومي بس.